السلام عليكم ونهاركم مبروك وكل يوم وانتم بخير ان شاء الله، وتحياتي للجميع. الفيديو تاع اليوم عندنا التحليه بطبقتين، بزوج طبقات، لكن مش نقولكم ولا اروع، تجي احسن اللي نشريوها من برا، تجي رطبه والحلاوه على حسب الذوق نتاعنا. هنا حطيتها التحليه هذه، درتها بصوص كراميل، صوص كراميل اللي درتها من الفيديو من قبل. هنا راها عندي مازال سخونه، على بها راكم تشوفوا فيها سائله بزاف. حطيتها في الكيسان باش نحطها في كونجيلاتور تتجمد شويه. وهنا اللي يحب ما يدير هاد التحليه بلا كراميل، يعني بلا صوص كراميل، تجي ثاني. كاين اللي ما يحبوش كراميل وكاين اللي يحبوا كراميل. هنا حطيت العلبه كما قلت لكم، نحطها في الثلاجه باش نستعملها مره واحده اخرى. هنا حطيت الكيسان اللي فيهم هذيك صوص كراميل اللي رايحه نحطهم في الكونجيلاتور باش يتجمدوا لي. هنا عندي الحليب، عندي واحد لتر تاع الحليب، رايحه نحط الطبقه الاولى اللي فيها زوج كيسان تاع الحليب. هنا عندي زوج ملاعق تاع الاكل تاع السكر، انا هنا ما عمرتهمش بزاف، والملعقه تاعي ماشي كبيره بزاف كما راكم تشوفوا. السكر يبقى على حسب الذوق، لكن هاد التحليه ماذا بيكم ما ديروهاش حلوه، لان تجي كيما اللي تتباع برا. هنا عندي زوج ملاعق نتاع مايزينا ولا نشا، تانيك هنايا الملعقه تاعي دائما صغيره وما نعمرهاش بزاف. هنا عندي ملعقه تاع الكاكاو، الكاكاو المر، وهنا عندي ملعقه نتاع الفلون شوكولا. اي فلون يكون عندك تاع الشوكولا يوالم هذا الطبقه هذه. هنا نخلط ونروح بها على النار، النار تاعنا كما راكم تشوفوا، نخلط شويه بالفوي، ومن بعد نجيب الملعقه الخشبيه باش تساعدنا اكثر. هنا نخلطهم مع الجوانب، ومره مره نروحوا في الوسط كما هكذا. هذا هو التخليط تاع الفلو ولا تاع التحليه، نروحوا مع الجوانب وما نحبسوش الخلط تاعنا. هنا قريب توجد، ما نخليوهاش تغلي بزاف، هنا قريب توجد مع الخلط. دائما نجيب لها واحد 30 غرام تاع شوكولا مرحيه، انا غير واحد المرسو تاع الشوكولا ورابيته في الرابيز هذيك، رابيته باش يدوب لي بالخف. هنا نعطي لها واحد الدوره خفيفه باش ما نخليوش الشوكولا تاعنا تطيب، ما تيبسلناش هذيك التحليه. هنا لما تدوب نطفيو عليها النار ونروحوا بها هايا مع الغليه. هذوك كما راكم تشوفوا راح تغلي من الغليه الاولى، مليح نحيوها. هنا الكيسان تاعنا جبتهم من الكونجيلاتور، هذيك صوص كراميل جمدت، نحطوا عليها هذيك الطبقه الاولى تاع التحليه تاعنا تاع الشوكولا. هنا الكيسان نحطوهم على هذا الشكل هذا، اللي يحب واللي يحب يحطهم عادي عادي، غير نبدلو شويه في الشكل وخلاص. هنا برك ديروا غير ملعقه تكون كبيره على هذه باش تحطوا على مره واحده، ما ديروش كيما انا باش يجيكم الشكل متساوي، يجيكم مليح. هنا نكملوا على الطريقه هذه الاولى، نحطوا الطبقه الاولى تاع الشوكولا كامل على الكيسان تاعنا، ونخليهم يزيدوا يبردوا، نحطوهم غير يبردوا برك عادي هكذاك. لما نشوفوهم بردو نروحو نطيبو طبقة ثانية. هنا فيهم الشوكولا دوك يبردو على حسب الشكل هذا اللي عطينا لهم، وحطيناهم في هذاك القالب تاع الكيك. هنا الطبقة الثانية نحطو 3 كيسان تاع الحليب،
يعني اكثر من ضعفوا الكميه، لان هنا الشوكولا هذيك تقهم كما نقولوا. ما لازمش نديروا شوكولا بزاف، نديروا تحليه البيضاء اكثر من الشوكولا. هنا درت 3 كيسان تاع الحليب، هنا لازم نكثروا شويه على الشوكولا كي اللي تقهم الشوكولا. هنا درت مغرف تاع لافاني، وهنا زوج ملاعق تاع نشا ولا تاع مايزينا، لكن يكونوا معمرين هنايا، هنا يكونوا معمرين مليح مليح. وهنا واحد المغرف ولا ملعقه نتاع الفلون فاني. وهنا سمحوا لي كانت راحت لي واحد اللقطه تاع السكر، هنا درت زوج ملاعق نتاع السكر كانت راحت لي اللقطه. ونخلطوا عادي كيما الطبقه الاولى، نخلطوا بالفوم مليح ونحطوها على النار حتى تحب تختار هكذا تعقد بالملعقه الخشبيه دائما. والخلط كما راكم تشوفوا من الجوانب، ومره مره روحوا للوسط. هنا راه تقالت شويه، انا هذيك الطبقه اللي تجي بيضاء دائما دائما ما تجيناش كيما الشوكولا. الشوكولا في الساعه تتقال يعني تجي ثقيله على بها. قلت لكم الطبقه البيضاء نديرو اكثر، هنا دي شويه خفيفه على تاع الشوكولا. هنا عندي واحد 30 غرام دائما تاع شوكولا بيضاء، رابيتها مرسو صغير تاع الشوكولا رابيته في الرابوز دائما كيما الاولى. هنا نحرك دائما كيما في الاول راكم شفتوا حتى تذوب لنا، ونحطوا الطبقه البيضاء على الشوكولا اللي تكون بردت لنا في الكيسان تاعنا. هنا سمحوا لي لا طولت عليكم الفيديو، بما ان هنا غير باش تشوفوا الصوره كامله كيما حطيتها انايا. وبناتنا ولادنا المبتدئين باش يشوفوا الصوره كامله. هنا كيما راكم تشوفوا على الغليه الاولى تغلي مليح، الغليه الاولى ونحيوها ما نخليوهاش تطيب. هنا التحليه تاعنا راها بردت في الكيسان، ونعمر الكاس حتى الفوق، يعني نغطي هذيك الطبقه تاع الشوكولا حتى الفوق باش تجيني طبقه البيضاء اكثر من الشوكولا. واللي يحب العكس يخلي شوكولا بزاف، يخلي كل واحد ونفسه واش تتشاها. خلاص دوك نعمر الكيسان تاعنا ونخليهم يبردوا في عادي في البوتاجي، ومن بعد ندخلوهم للثلاجه. كما تعرفوا نخرجوهم بارد، لازم يخرجوا نحطوهم في الطاوله عفوا باردين. والتزيين دائما يبقى على حساب كل وحده، كل وحده واش تحب تزين واش عندها المطبخ تاعها واجد. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اعزائي المشاهدين. بركي تكون ملاحظه كي تكون عندكم تحطوا في ملعقه ولا مغرف كبيره على مره واحده احسن، باش ما يجوكمش يجيكم الشكل متساوي. كما تعرفوا هذه التحليه في الساعه تجمد. انا التحليه تاعنا راها واجده كيما راكم تشوفوا، شاهدكم في الجنه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكثروا لنا شويه تاع اللجام، واحد لي كومونتير يكون ملاح وشباب كيما نتوما.
ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تابعوا لي فيديو اللي جايين شابين بزاف. السلام عليكم.